الرياضة والدراسة. هيا بنا هيا بنا نلعب بالبستان، نجري على حشائش مخضرة الألوان، فنقطف الأثمار من خوخ ومن رمان، نقضي فراغ الوقت في رياضة الأبدان، ثم نعود بعدها للعلم والعرفان. الرياضة والدراسة، هيا بنا هيا بنا نلعب في البستان، نجري على حشائش مخضرة الألوان، فنقطف الأثمار من خوخ ومن رمان، نقضي فراغ الوقت في رياضة الأبدان، ثم نعود بعدها للعلم والعرفان. الرياضة والدراسة، هيا بنا هيا بنا نلعب في البستان، نجري على حشائش مخضرة الألوان، فنقطف الأثمار من خوخ ومن رمان، نقضي فراغ الوقت في رياضة الأبدان، ثم نعود بعدها للعلم والعرفان. الرياضة والدراسة، هيا بنا هيا بنا نلعب في البستان، نجري على حشائش مخضرة الألوان، فنقطف الأثمار من خوخ ومن رمان، نقضي فراغ الوقت في رياضة الأبدان، ثم نعود بعدها للعلم والعرفان.